ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما بنقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، مدير مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم. اهلا بكم. في مناطق في الطب الناس لسه متعرفش عنها حاجات كتيره، من ضمنها ما يسمى بالنسور الشرجي. ناس كتير برضو عندهم حالات المرضيه المتعلقه باللور جي اي تي او منطقه ما حول الشرج بيتاخروا في السيكينج ميديكال ادفايس تحت مبدا الخجل. فالنهارده انا عايز اولا اوضح ما هو النسور الشرجي، ما هي مضاعفات النسور الشرجي، من اين ياتي هذه المشكله المرضيه التي تزعج وفي نفس الوقت تخجل، ولا ما اعرفش حكايه الخجل دي هيبقى حلولها ايه الا ما تفهمه. الفهم يمحي الخجل، كل ما نفهم كل ما الخجل يختفي. النهارده حوار مثير جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار. اهلا بيك. اهلا دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ الناس فاهمه يعني ايه نسور شرجي؟ لا يعني مش فاهمين، وصغار الاطباء كمان مش فاهمين، يعني كميه كبيره قوي من الناس والجمهور وهقول لك ليه انا قلت كده، ان دكاتره كتير مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي. انت اكتر واحد تعرف. ولان انا بشوف مضاعفات من ان احنا مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي، فبيحصل بنتاخر في علاج فبيحصل كوارث. نسور شرجي بمنتهى البساطه هو قناه تصل ما بين فتحتين، واحده داخل الشرج وواحده خارج الشرج، ده في 90% من النسور الشرجي، لان في 10% من النسور الشرجي مفيش فتحه خارجيه، وده اللي بقى عشان كده بقول لك ان في ناس بتبقاش فاهمه قوي يعني ايه نسور شرجي. لكن خلينا نتكلم في العموم الاول، 90% من النسور الشرجي فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج، وما بين الاثنين في قناه غير طبيعيه، يعني ممر كده. وانت مره قلت لي كلمه حلوه قوي في الحكايه دي، او سرداب كده ما بين هذه الفتحه وهذه الفتحه، فيبقى في قناه مش مفروض تبقى موجوده ما بين الاثنين. الشرج في منتهى البساطة هو هذه الفتحة الداخلية اللي بنلاقي حواليها بعض العضلات. مش المفروض يبقى العضلات دي مخترقة أي قنوات أو أي حاجة. أحيانا يحصل في 90% من الحالات يبقى في خراج ما حول الشرج، يعني عيان كل اللي بيشعر بآلام حوالين الشرج، بعد شوية يحس، الناس تقولك حتى حسيت إن في حباية كده أو حاجة زي كده، بعد شويه العيان يسيبها، الام شديده جدا، يحاول يروح للصيدليه ياخد اي مضاد حيويه او حاجه زي كده، او حتى اذا راح عند دكتور مش متخصص او حاجه يقول له ده خراج، ودي كلمه غلط بقى 100%، ده خراج واحنا هنديك مضاد حيوي لحد ما نشوف هيصرف ولا لا. طبعا هو ده غلط، هو ده اللي بيخلي البكتيريا اللي حوالين الشرج الحته اللي دمها تقيل قوي دي تتغلغل للداخل وتعمل القناه او النسور. اذا كنا هنتكلم على النسور الشرجي فلازم نتكلم على العضلات اللي حوالين الشرج. الصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الشرج هو الفتحه اخر فتحه تحت، حواليها في عضلتين مهمين قوي، عضله اسمها انترنال سفنكتر وعضله اسمها اكسترنال سفنكتر. هو بشكل دائري زي ما انا بحاول اعمل بايديا كده، الشرج صمام داخلي وصمام خارجي، والاثنين في شكل اسطواني مغلفين الشرج، يبقى عضله داخليه ثم وراها عضله خارجيه، ثم بعيد العضلتين الكبار اللي على اليمين والشمال دول اسمهم الليفيتور ايناي اللي هم البادز. دول النسور عشان يبقى اسمه نسور لازم يخش جوه حاجه من الحاجات دي، هيلاقي فتحه بره حوالين الشرج وفتحه جوه. بناء على التراك او بناء على القناه اللي حصلت دي هنقدر نقول النسور ده من انه نوع، وهل هو نسور خامل ولا مش خامل، هل هو نسور علوي ولا سفلي ولا متشعب ولا زي ما هنقول دلوقتي. لكن بمنتهى البساطه النسور الشرجي هو قناه تصل ما بين فتحتين، فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج في 90% من النسور، 10% مفيش فتحه خارجيه. وده اللي يغلط فيه الدكاتره، يمكن ما يبقاش متخصصين قوي في الحكايه دي، يبقى العيان متالم جدا جدا الحقيقه، وعنده افرازات بتخرج من الشرج لكن مفيش فتحه بره. الدكتور اللي مش واخد باله قوي من الحكايه دي هو فاهم انه لازم يبقى فيه اكسترنال اوبننج. لا، في 10% من النسور مفيش اكسترنال اوبننج، مفيش فتحه خارجيه، مفيش فتحه. الحكايه بدات من الداخل والتراك شغال من جوه بس لسه ما خرجش الاكسترنال اوبننج. لكن اذا حاول يفحص العين شويه ولا حاجه يلاقي في انديوريشن كده، حته ورمه كده او حته بتحجرك كده زي ما الناس تفهم شويه، هي دي ده بدايه حدوث النسور. اذا سبناها يعمل بقى الفتحه الخارجيه يبقى اسمه نسور شرجي.
عايز اروح لمنطقه في الاسئله مهمه قوي فيما يتعلق بالاسباب والاعراض. الاسباب اكيد برضو داخله مع الاعراض. طبعا اسباب النسور الشرجي بتحصل في بدايتها في اي عدوى بكتيريه حوالين الشرج. تبدا الحكايه بخراج حوالين الشرج، كويس؟ الخراج ده زي ما قلنا ان المريض يتجاهله او يبدا هو من نفسه ياخد علاج مش مظبوط، او يروح لدكتور مش متخصص قوي في الحكايه فيقول له الكلمه اللي غلط قوي اللي انا يعني نفسي الناس كلها تاخد بالها منها، ان مفيش حاجه اسمها الحته دي. احنا بنقول dont wait for fluctuate، يعني ما تبداش ما تستناش لحد ما تعمل خراج قد كده. اذا بدا العيان يشكو من اعراض خراج ما حول الشرج لابد يتفتح ويتنظف، لابد ان البكتيريا دي تلاقي مخرج نطلعها لبره. احنا قلنا لو البكتيريا ما لقتش مخرج لبره على الجلد هتجري لجوه وهي تعمل التراك ويبقى خلاص اسمه نسور. فالاعراض هي ونقدر نقول برضو انه من ضمن الاسباب يعني خراج ما حول الشرج. اي عدوى بكتيريه في المنطقه اللي حوالين الشرج تعمل خراج هتعمل 70% نسور اذا الجراح بتاع المريض خد باله ان ده خراج وفتحه على طول في اول 48 ساعه. الصيد ده خلاص هيروح ولا يحصل نسور ولا اي حاجه خالص. اذا بقى الجراح قال الجمله الغلط اللي حملوا عليها ان ما ينفعش تاخد مضاد حيوي وتشوف هيصرف ولا لا، مش المفروض ده مش طب. اذا حصل كده خلاص هو حتى اذا العلامات الانفلاميشن اتحسنت يعني الهوتنس والريدنس وي والكلام ده كله، لكن البكتيريا جوه هي بتسرح العين ده بعد اسبوع هيبقى عمل نسور 100%. فالاعراض هي الم شديد حوالين الشرج. والصوره دي حلوه قوي الحقيقه، الاجزاء الخضراء دي هو ده الخراج، كويس؟ الخراج ده شوف في منه كذا نوع ازاي. في بره حاجه اسمها بيري انل اللي هو الخراج اللي حول الشرج على طول، فده اي حد هيشوفه هيعرف ان ده خراج وهيفتحه. لكن في خراج الاسكو انل اللي جوه ده الصديد جوه خالص، حتى العيان بيبقى متالم جدا لكن مفيش قوي اعراض بره تقول ان عنده خراج. لو جراح مش واخد باله قوي ما ياخدش باله منه. السوبرا ليفيتور والانتر سفنكتريك الخراريج دي انواع من الخراريج ما بتظهرش على الجلد لكن هي جوه شويه ليها اعراض 100%. حد بقى يغلط في تشخيصها يقول ده عنده بواسير ده عنده مش عارف، او يستسهل في تشخيصها ان عنده حاجه وبيعالج المريض بشويه كريمات وحاجات زي كده، لكن الخراج ده يكبر ويعمل نسور 100%. ولذلك اي الم مش مفهوم، ودي كلمه الناس كلها بقى تاخد بالها منها، اي الم حوالين الشرج مش مفهوم يعني ما فيش بواسير تفسره او ما فيش شرخ شرج يفسره او ما فيش حاجه تفسره، 90% هو احد هذه الخراجات اللي اذا سبناه يعمل نسور شرج 100%. عايز اتكلم على الانواع، يعني هل الانواع اللي احنا قلناها ولا في انواع تانية؟ لا، هو الانواع تتقسم لتو كاتيجوريز هنسميه، يا اما هاي يا اما ميد يا اما لو، يعني يا اما نسور شرجي مرتفع يا اما نسور شرجي منخفض. وده هيعتبر على او هيعتمد على انه معدي فوق الليفيتور ايناي ولا لا، يعني هل هو الفتحه الخارجيه خلاص احنا عارفينها، لكن الفتحه الداخليه هل هي قريبه على طول قدام الشرج على طول ولا تبعد 2 سم ولا تبعد 4 سم ولا تبعد 6 7 سم؟ إذا كان نسور مرتفع فهو من النسور الخطر جدا جدا اللي علاجه يبقى صعب قوي بال 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 بالجراحة العادية. يعني إيه مرتفع؟ مرتفع يعني الفتحة الخارجية فوق الدنتيت لاين فوق الليفيتور إيناي. لا نفهم بالراحة. يعني الشرج إحنا هو دائرة، كويس؟ هو جزء أسطواني. من أول الشرج لحد جوه 4 سم أي فتحة في الحتة دي، الفتحة الداخلية ولا في الحتة دي، يبقى نسور منخفض. ليه علاقه كمان بالعضلات، اذا كان داخل جوه الانترنال سفنكتر او الاكسترنال سفنكتر بس يبقى نسور منخفض، لكن اذا كان معدي الليفيتور ايناي ومعلق الليفيتور ايناي معاه يبقى نسور مرتفع. مرتفع يعني واخد عضلات كتير، يعني الدبس بتاعه كبير. منخفض يعني الفتحه الخارجيه قصاد الفتحه الداخليه نسور صغير يتعمل باي طريقه ويخف. ده كاتيجوري منخفض ولا مرتفع. ثم كاتيجوري ثانيه يتقسم ليه علاقته بالعضلات، هل هو جوه الانترنال سفنكتر فنسميه انتر سفنكتريك، هل ما بين الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر فنسميه في الحته اللي ما بين التو سفنكترز، هل هو داخل جوه العضله فنسميه ترانس سفنكتريك يعني ماشي وشائق العضله ومعدي جوه، ولا هل هو فوق خالص فوق العضله حاجه بعيده قوي فنسميه سوبرا سفنكتريك. يعني قسمناهم على حسب هو داخل هو مرتفع ولا منخفض، ثم هل هو داخل جوه انهي عضله. عايز اتكلم على الفحوصات، ما الفحوصات دي برضو يعني لازم نفهمها عشان ما نفقش التشخيص زي ما انت قلت في الاول. 100% الفحوصات للنسور الشرجي مش رفاهيه ومش مسموح ان جراح يقول لمريض انت عندك نسور وهعمل لك عمليه من غير ما يعمل له فحوصات، هنتكلم عنها دلوقتي. لكن عموما هل ممكن حد يعمل جراح يعمل لمريض عمليه من غير ما يعمل له فحوصات؟ لا، لان النسور خادع جدا، ومهما كنت انت دكتور شاطر ومهما عملت الاف الحالات من النسور 100% ما تعتمدش على خبرتك في هذا المجال. ليه بقى؟ ولذلك بقى في حاجه اسمها ام ار اي، بقى في حاجه اسمها رنين مغناطيسي، فحص كامل المريض بيدخل جوه جهاز ونعطله ونتعبه وكل حاجه علشان نعرف النسور ده فاتح فين.
لان انت بالفحص الكلينيكي في العياده انت شفت الاكسترنال اوبننج، لكن ما انتش عارف شفت الفتحه الخارجيه. واذا يا سيدي تطوعت وعرفت تحس الفتحه الداخليه يبقى كتر خيرك، يبقى ماشي اديك عرفت الخارجيه والداخليه. لكن مش لازم يبقى التراك ماشي ستريت، ممكن الخط نفسه اللي واصل بين الفتحتين مش شرط يكون بالظبط، ده ممكن يبقى كيرف كده، انت لما تيجي تخش مش هتبقى عارف انه عامل كيرف كده فانت تبوظ الحكايه اكتر. جايز يبقى في النص كده عامل تشعب يمين او تشعب شمال فيبقى اسمه ناسور شرجي متشعب. طب انت هتعرف ده ازاي؟ لابد تعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي، والحكايه بقت سهله. يعني حتى الفحص ده ما بقاش مكلف زي زمان ولا بقى متعب زي زمان او حاجه زي كده. طيب اذا كان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي زي الناس اللي بتركبها مثلا ستنس في دعامات للقلب او مش عارف ايه والحاجات، او حتى مثبت عنده كسر وحاطط شرايح ومسامير، الحاجات اللي هو المريض ما يقدرش يدخل جوه جهاز الرنين المغناطيسي، بقى في حاجه اسمها اندو ان الالترا ساوند او اندو ريكتال الالترا ساوند. نعمل سونار ببروب معين، طبعا مش الموجات الصوتيه العاديه اللي في العيادات، يعني ببروب معين يخش جوه يشوف ويحس الفتحه الداخليه، ثم يبدا بالسيجنال بتاعه السونار يعرف هل هو متشعب ولا لا، في كوليكشن في حته، في كلام زي كده. وبالتالي بقى تجمع، ممكن يبقى كمان التراك ده في جنب كده ابسس عامل زي كهف جوه. 100%. وهنا بقى يبقى الفحص مهم 100%، ومش مسموح تاني اهو، مش مسموح ان الجراح يعمل لمريض عمليه ناسور شرجي. والناسور الشرجي شوف احنا بنقعد نتكلم عنه ازاي، هو حاجه احنا ما بنعالجش مريض من نزله برد، يعني هو حاجه صعبه جدا وعمليه مرهقه جدا جدا للجراح وكل حاجه، وعمليه الغلطه فيها بجون زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي خلاص بقى، يعني احنا بنخش قبل ما نعمل العمليه يبقى كل حاجه متخططه بالملي، يعني ما نعملش عمليات الا واحنا عارفين قبل ما هنعمل العمليه كل الستبس اللي هتحصل ونناقش فيها المريض قبل ما تحصل 100%، ما نتفاجئش بحاجه يعني. هل الناسور الشرجي حاله جراحيه ام الدواء له دور هنا فيها؟ لا، الدواء ملوش دور ولا حتى 1%، ده حاجه جراحيه 100%، حتى انا اسميها حاجه ميكانيكيه في حالة كمان. في حاجه اسمها الحاله الجراحيه. 100%، حاله جراحيه، يعني مثلا انسداد مراري حاله جراحيه. بالظبط، الناسور الشرجي حاله جراحيه. اي حد عنده ناسور هيعمل عمليه. متفقين؟ خلاص مفيش كلام. طب لو انت عندك ظروف يعني لا تسمح انك تعمل العمليه دلوقتي، ما عندكش وقت، مشغول، حاجات زي كده، ممكن ناخد علاج يقلل شويه الانفلاميشن او الانفكشن اللي موجود، لكن هيضيع الناسور؟ ما يضيعوش ابدا ابدا، لكن يقلل شويه الاعراض الى ان وقتك يسمح ان احنا نعمل عمليات. ينفع، لكن يضيع الناسور لا، ما بيخفش ابدا ابدا بالعلاج. لا مفيش علاج، يعني هياخد مضاد حيوي ماشي، بس مش فين التراك؟ بالظبط، هيعمل ايه التراك في المضاد؟ بالظبط، انا اشبهها زي واحد ضغطه عالي في السماء فعنده شويه صداع، فيروح ياخد قرص اسبرين كده ولا حاجه بتقلل الصداع ولا حاجه. ده صح، ده غلط 100%، لو سايب الحكايه بالظبط يعني هيرفع له ضغطه اكتر. بالظبط. وانا ببص للجراحات القديمه مرعبه ويعني اذا سمحت لي في دقيقتين كده اشرح لك تاريخ الحكايه دي بدات ازاي. انا مستمتع بالتاريخ، انا بحب التاريخ جدا. بدات الحكايه يعني اول مره عالجوا ناسور شرجي كان سنه 1603. الصوره دي حلوه قوي من كتاب 1603، دي اول حاله ناسور شرجي اتعملت في التاريخ ريكوردد يعني. ده الصوره دي حلوه قوي من كتاب اسمه ريتشارد نيلسون، كتاب ما بيتكلمش غير على الناسور الشرجي بس. لو هشوف في الصورة هو بيحاول يعمل اللي بعض الجراحين بيعملوه دلوقتي، هو بيدخل بروب، احنا نسميه دلوقتي بروب لكن هو زمان كان حاجة عنيفة قوي، ما بين الفتحة الخارجية والفتحة الداخلية، وهيروح جاي زمان يعني بحاجة زي السكينة كده جاي قاطع الحتة دي. ده في الطب اسمه فيستيروتومي، يعني بيتعمل لحد دلوقتي، وهقول لك احنا خلاص بقى انقرض ليه. فبدأت الحكاية في 1603 كويس؟ الجراح ده كان بيعمل الفيستروتومي اللي بالظبط اللي بعض الناس بتعمله دلوقتي. يعملوا ايه بقى دلوقتي؟ مرت الحكايه باول حاجه حاولنا نعالج بيها الناسور الفيستليكتومي او الفيستروتومي، اللي احنا هندخل ما بين الفتحه الخارجيه والداخليه بروب، يبقى خلاص التراك قدامنا، ونروح جايبين بالمشرط او بالكوتري الدايسيرمي او الكلام ده وقاطعين. حاجة كويسة يعني، مقبولة وكل حاجة، لكن أنا رأيي إنها تتعمل للناسور الصغير اللي هو خلاص طوله نص سنتي كلام زي كده، فخلاص اقطع زي ما تقطع مش مهم. طيب بعد الفيستولوتومي ده إيه الحكاية؟ بدأنا نفكر في إننا نعمل إجراءات جراحية أكثر تطورا شوية، مش الحكاية لحتى 2006. جراح عظيم قوي في 2006 عمل حاجة اسمها ليفت، يعني من 1603 بنعمل فيستولوتومي،
ماشيين على نفس المنطقه. بنعمل في ستروتومي بس. في ستروتومي اللي هو ادخل ما بين الفتحتين واروح جاي قاطع. قاطع. وكان لما يبقى الناسور كبير ما نعملوش لان المريض 100% هنقطع حته من العضلات، فبنعمل معاه كولوستومي يعني نحول مجرى البراز لان المريض لما قطعنا العضلات مش هتحكم في البراز. فنعمل ده لازم نعمل كولوستومي. واحنا لما كنا في نفتح فتحه نطلع القولون على فتحه تحت الجلد. اسمه تحويل مجرى البراز على الجلد. على الجلد ده كارثه. كارثه. بس هو كان كده يعني ما فيش غير كده. لما كنا طلبه بندرس الكلام ده كان كده يعني يقول لك الهاي ده الناسور العلوي حله ايه؟ الاجابه النموذجيه واحنا بناخد الدراسات بتاعتنا يقول لك الحل الاجابه النموذجيه انك لازم اول حاجه تعمل كولوستومي. لازم تحول مجرى البراز ثم بعد كده اشتغل زي ما عايز تشتغل. ده كانه كانسر قول بالظبط يعني. اي نعم هي حاجه تمبراري يعني بعد 3 شهور بنرجعها تاني كل حاجه، بس انت قعدت العيان بثلاث شهور بتحويل مجرى البراز على الجلد. ثم اتطورت الحكايه لحد 2006 بقى بيقول حاجه اسمها ليفت. ليفت يعني احنا قلنا ان الفتحه والفتحه، طب بدل ما نقطع ده كله احنا هنيجي على الحته الانترسفنتريك جروف ده الحته اللي حوالين الشرج نفتح ثم نخش نوصل ما بين العضلات لان دي الحته الامان. عضله يمين وعضله شمال وبينهم جروف بينهم حته فش عضلات. فهنفتح في الحته دي ونخش نطلع التراك ونربطه ونقصه من الحته دي بس. فلما نقطع ده كله يبقى قطعنا الحته دي. اجراء عظيم وكويس جدا كل حاجه، بس ما زال اجراء جراحي بيضطر ان حته نقطع وعايز دكتور جراح شاطر. دي صعبه حته للجراحين اللي احنا قلنا دي بشغيكم انتوا حته للجراح. بالظبط تمام. بس عايز جراح شاطر لانه لازم يعرف هو بيفتح فين وبيسلك ازاي ما بين العضلتين وكلام زي كده. لكن كان اجراء جراحي. تطورت الحكايه بعد كده الى انه بقوا بيعملوا حاجه اسمها بلاج يعني يخشوا قال لك طب ما هو فتحه وفتحه وبينهم قناه ما نخش نحقن الناسور ده بحاجه تسده من جوه يعني. لقوها فاشله شويه لانها بتعمل ابسس وكلام زي كده جوه، فخلاص ما بقاش حد بيعملها. ثم بدا في من 8 سنين من النهارده في 2012 اجراء عظيم قوي اسمه فيلاك فيستولا تراك ليزر كلوجر. ان احنا استخدام الليزر في هذا المجال في تعقب. على فكره هي اسمها تعقب بالزبط. تعقب الفتحه دي بالزبط. تعقب التراك ده بالظبط. خلاص احنا من 2006 من 2012 دلوقتي من 6 سنين بالظبط بدا واحد اسمه ارني ويليام في جامعه اليزابيث كولين في المانيا هيعمل حاجه اسمها فيلاك. طبعا هو ما عملش من دماغه كده يعني ده على مدار السنين عاد بداوا يعملوا الحكايه دي. لكن في 2012 من 6 سنين من النهارده بقت الحكايه دي FDA approved واعترفوا بيها ونزلوها في الكتب وقالوا بقى في حاجه اسمها فيلاك. تعتمد على ايه؟ ان احنا خلاص عندنا تراك هنخش نركب سيتو نقابله او دعامه كده ما بين الفتحتين، ثم بعد ما الدعامه دي تقعدها 5-6 اسابيع ولا حاجه نخش باستخدام الليزر نكوي هذا الناسور. نكوي ده كلمه مش مظبوطه الحقيقه، لكن هي بتعتمد ان الليزر ده حرارته 320. هنعمل حاجه اسمها ديستراكشن للسيل، يعني الحراره اللي بتخش من الفتحه الحراره بتطلع من الليزر هتمشي في هذا التراك بشكل دائري. كل كلمه هنا مقصوده. يعني ايه شكل دائري؟ يعني الليزر هيطلع في شكل زي المقوار كده بحيث يدمر الخلايا بتاعه زي كان هو في على فكره في دلوقتي في مثلا دراع ضوئي كده تلاقيه او مثلا يعني هي اوبتيك فايبر هي قسطره اوبتيك فايبر يعني هي زي بالظبط الليد اللي بيتعلق ايوه زي الليد اللي في الارضيه عندنا دوت بالظبط داير بيدور هو عباره عن اوبتيك فايبر بيدخل يملى التراك ده ويطلع حرارته يدمر الخلايا ويوقع التراك. فكره شبيهه بحاجه زي المقوار كده اكننا هنخش نشيل التراك من وسط العضلات. وبالتالي مع استخدام الليزر في علاج الناسور الشرجي ما بقاش فيه خوف ولا حتى 1% انا بقول اهو ولا حتى 1% على العضلات. طبعا ده صوره الاوبتيك فايبر او الاسطره وهنا هي مكبره هي مكبره هي حاجه اقل من كده بكتير يعني. وهنا فرصه نقول ان الحته دي الدايليما اللي فيها ايه؟ ان بقى في حاجه لعلاج الناسور اسمها علاج الناسور بالليزر امن 100% انا 100% ما فيهوش خطر ولا حتى 1% على العضلات. ده مش كلامي ده كلام الناس اللي بتشتغل في العالم العضلات اللي هي عضلات التحكم في البراز. وبالتالي هنعمل عمليه ونطلع بعد ساعتين 100% ما فيش خوف على العضلات. ده حاجه. تاني حاجه ما فيش جرح، مش هنعمل الحته اللي هنخيطها ولا كلام زي كده. تالت حاجه ان المريض يقدر يروح شغله بعد 24 ساعه. مش ده سحر، مش لانه ده سحر ولا انا ساحر يعني، هي الفكره ان مفيش وند مفيش جرح ولا اي حاجه والحكايه كلها من جوه التراك فمفيش وجع ولا اي حاجه زي كده. طيب يبقى احنا في الاخر دلوقتي وصلنا ان احنا بنعمل الفيلاك ان احنا بنعالج الناسور باستخدام الليزر. انا بشكرك على هذه المحاضره الرائعه القيمه جدا اللي مليانه علم اللي في موضوع مهم جدا جدا. يعني احنا بنتكلم على موضوع ممكن يقلب من قصة قصيرة إلى بالظبط يعني يقولوا عليها ايه
درامة العمر كله، صحيح. مأساة العمر كله، صحيح. يعني كابوس العمر كله، صحيح. بيقلب لي كابوس مزعج. ولكن الجايد لاين حفظناها النهارده، حفظناها اسمح لك. لا لا خلاص، اول حاجه في لك لو ما نجحش يعيد في لك تاني، لو ما نجحش ثم لفت بعد كده يدخل بمين العضلتين في الحته الامنه اللي ما فيهاش عضلات، ثم لو ما نجحش نعمل بقى الكولوستومي حاجه. واحنا من خلال تجربتنا والسادي بتاعتنا من 5000 مريض هم 4 اللي ما حصلش معاهم النجاح لثلاث خطوات اللي فاتت. بالظبط، صح كده 100%. نورتني، الله يخليك، ابدعت، الله يخليك، يعني اسعدت، الله يخليك، ربنا يكرمك على الكلام. ضيف العزيز الدكتور محمد النجار كان مبدعا كعادته في حواره في واحده من المواضيع المهمه جدا المسكوت عنها جدا متجاهله جدا المكشوف منها جدا بلا مبرر اللي ما عندش الناس ثقافه فيها. واحنا عملنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا وفقنا في استضافه الدكتور محمد، نورنا الحته دي. ذكروها بقى، ذكروها، ذكروا، خليكم على نفسكم. على فكره فرشه السنان دي بتختلف مني ليك. طبعا فكره ان عيله تستخدم او اكثر من حد يستخدم نفس فرشه السنان دي فكره يعني وحشه. ايه ده ايه ده؟ حد ما تخطرش على بالي ان انا اتكلم فيها. انا كان عندي اول امبارح عيانه اسنانها ملخلخه لدرجه انها لو عطست هتطلع. انا كنت خايفه وانا بكشف السنه تطلع في ايدي يبقى انا اللي قتلت القتيل. وتقول لي ثبتيلي. ثبت ايه؟ انا قابلت شخص وشاف شكلي بابتسامه هوليود واسناني بيضه وزي الفل وما اكلتش والدنيا بيس ومفيش اي مشكله حصلت لي. هل من المنطقي ان انا اقابل الشخص ده بعد يوم او اثنين وانا قلع الهوليود سمايل اللي هي اصلا ما اسمهاش هوليود سمايل ويشوف سنان مكسره واسنان رمادي وحاجات مخلعه؟